بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. دائما في سلسلة الدروس المتعلقة بكتاب المتعلم والمتعلمة فضاء النشاط العلمي المستوى السادس ابتدائي. اليوم وصلنا للدرس الثاني في هذا الكتاب اللي يتعلق بالعلاقات المتبادلة بين مكونات الوسط البيئي les interactions entre les composantes de l'écosystème. العلاقات المتبادلة بين مكونات الوسط البيئي. إذا من بين الأهداف اللي كنطمحوا أننا نحققها في هذا الدرس هو أن الجميع يتعرف على العلاقات بين مكونات الوسط البيئي، يعني المكونات الإحيائية، وأن يعطي أمثلة لعلاقات الافتراس وعلاقات التطفل وعلاقات التعاون والتنافس بين الكائنات الحية، وأن أحدد أثر الافتراس والتطفل على التوازن البيئي. هذه كلها أهداف سنحاول تحقيقها من خلال دراسة أنشطة هذا الدرس. إذن كما عودتكم دائما كنبدأ بالصورة ديال الانطلاق وكذلك بنص أتساءل وأفترض. إذن الصورة هي هذه اللي بين أيدينا، وكذلك أتساءل وأفترض، نحاول نطلع شوية باش يبان لكم. إذن هنايا أتساءل وأفترض، je m'interroge et je suppose. هنايا عندي صورة توضح العلاقات الغذائية داخل وسط غابوي. إذا نحاولوا نقراو الوضعية اللي كاينة في أتساءل وأفترض، ومنها غادي نجبدوا السؤال ديال التقصي ديالنا ديال هذا الدرس، وكذلك الفرضيات اللي غادي نشوفوها واش صحيحة ولا خاطئة بدراسة أنشطة أختبر فرضياتي. إذا الوضعية هي كالتالي: بعد مشاهدة أحمد لشريط وثائقي حول وحيش الغابة، قال لأخته: لاحظت أن أنواعا مختلفة من الحيوانات تعيش في الوسط نفسه. فردت عليه قائلة: إن هناك علاقات فيما بينها. إذا هاد أحمد شنو كان كيدير؟ كان كيشاهد واحد الشريط وثائقي في التلفاز ناسيونال جيوغرافيك ولا في شي قناة وثائقية أخرى. إذا كان كيشاهد وشاهد وثائقي حول وحيش الغابة. وحيش الغابة هو حيوان يوجد بالغاب. فقال لأخته: لاحظت أن أنواع مختلفة من الحيوانات كتعيش في هذا الوسط بالذات اللي كيعيش فيه هذا وحيش الغابة. قالت له: إن هناك علاقات فيما بينها. يعني كاين هناك علاقة ما بين ديك وحيش الغابة وعلاقة ما بين كذلك داك الحيوانات الموجودة في نفس الوسط، داكوغ؟ إذا هناك علاقة. إذا في نظركم من خلال هذه الملاحظة ديال أحمد والجواب ديال أخته، شنو هو سؤال تقصي اللي ممكن نقترحوه كسؤال محوري ديال هذا الدرس؟ إذا بالنسبة للدرس كيتعلق بالعلاقات المتبادلة بين مكونات الوسط البيئي، إذا السؤال من خلال الوضعية ومن خلال الصورة اللي كتبين لي مجموعة من العلاقات بين الكائنات الحية، يمكن اقتراح سؤال تقصي التالي، وهو: هو ما هي العلاقات الموجودة بين مكونات الوسط البيئي؟ بغينا نعرفوا العلاقات اللي كاينة ما بين مكونات الوسط البيئي. مفهوم؟ إذا سؤال تقصي هو كالتالي: ما هي العلاقات الموجودة بين مكونات الوسط البيئي؟ En français: quelles sont les interactions entre les composantes de l'écosystème naturel؟ شنا هي العلاقات الموجودة بين مكونات الوسط البيئي؟ بغينا نعرفوا هاد العلاقات اللي كاين. بالنسبة للفرضيات اللي غنفترض أنا، بالنسبة لي هذا هو الصواب، وغادي نعرف واش صحيح أو لا خطأ. بالنسبة للفرضيات، أنا أقترح بأن تلميذا أجاب هكذا، مفهوم؟ إذا الإجابة الأولى هو: أفترض أن الوسط البيئي هو مسكن الحيوانات. إذا واحد التلميذ كيقترح بأن الوسط البيئي هو المسكن ديال الحيوانات، يعني تما فين كيعيشوا الحيوانات. تلميذ آخر مثلا يمكن أن يجيب على هذا السؤال بأنه يفترض بأن الحيوانات تجد الغذاء في الوسط البيئي، يعني الحيوانات تتواجد في الوسط البيئي، علاش؟ لأنها كتلقى فيه الغذاء. اقتراح آخر: أعتقد أن الكائنات الحية تعيش في الوسط البيئي كالإنسان داخل أسرته. إذا تلميذ آخر اقترح بأن الكائنات الحية الموجودة في الوسط البيئي تعيش في هذا الوسط بحالاش؟ بحال داك الانسان اللي كيعيش في الدار ديالو، داكوغ، داخل مسكنه او داخل اسرته. سي تري بيان. اذا هادو هما الفرضيات، غادي نحاولوا نعرفوهم واش صحاح ولا خطا. باش غادي نعرفوهم واش صحاح ولا خطا؟ بدراسة الانشطة الموجودة في اختبر فرضياتي، جو فيغيفي ميز هيبوتيز، يعني غادي نختبر الفرضيات ديالي واش صحاح ولا خطا. مفهوم؟ النشاط الاول: العلاقات المتبادلة بين مكونات الوسط البيئي.
سؤال ألف: ألاحظ الوثيقة واحد وأحللها ثم أنجز. إذن الوثيقة واحد شنو كتوضح لي؟ كتوضح لي العلاقات الموجودة أو العلاقات الغذائية الموجودة داخل وسط غابوي، وسط بيئي غابوي. إذن هذه الصورة هذه كتمثل لي واحد الوسط بيئي غابوي، تمثل وسط بيئي غابوي فيه علاقات غذائية داخل هذا الوسط ما بين الكائنات الحية، أي ما بين الحيوانات. إذن عندي السؤال الأول: أبين ما تمثله الوثيقة رقم واحد. إذا ماذا تمثل الوثيقة رقم واحد؟ بسهولة تمثل وسط بيئي غابوي، وسطا بيئي غابوي. إذا الإجابة هي كالتالي. إذا عودتكم أن الإجابات كيكونوا عندي مكتوبين باش ما نضيعوش الوقت وباش ما يكونش الفيديو طويل إلى حد ما. نعم، الوثيقة رقم واحد تمثل وسطا غابوي، وسط بيئي غابوي. سؤال رقم اثنان: أذكر العلاقات الموجودة بين المكونات الإحيائية في هذه الصورة. لاحظوا العلاقات الموجودة ما بين الكائنات الحية. مثلا نأخذ أن الجزر يؤكل من طرف الأرنب، والأرنب تؤكل من طرف الثعلب، إلى غير ذلك. إذن هذه هي العلاقات الموجودة ما بين المكونات الإحيائية. إذن هي علاقة غذائية، علاقة غذاء. ذكر علاقة غذاء. إذن الإجابة هي كالتالي: إذن العلاقات الموجودة بين المكونات الإحيائية يعني الكائنات الحية هي علاقة غذائية، هي علاقة غذائية يعني من حيث الغذاء. داكشي علاش كاينه علاقه ما بين هذه الكائنات الحيه. نشوفوا السؤال باء: احلل الخطاط اي الوثيقه رقم 2 ثم انجز. نلاحظ ان الطاقه الشمسيه تساهم في انبات النباتات الخضراء التي تؤكل من طرف الحيوانات العاشبه التي تاكل العشب الذي يؤكل او تؤكل من طرف الحيوانات اللحمه. هذه الحيوانات العاشبه تؤكل من طرف الحيوانات اللحمه. اذا هذه هي الخطاطه اللي توضح لي ذاك العلاقات ما بين المكونات الإحيائية في الوسط الغابوي. إذا وكاستنتاج مثلا بأنه تبين وثيقة رقم 2 العلاقات الغذائية المتبادلة بين المكونات الحية للوسط البيئي، وأن كل علاقة غذائية تبدأ بالنباتات الخضراء ذاتية التغذية. إذا جميع العلاقات الغذائية في الوسط البيئي كتبدأ بالنباتات الخضراء، يعني بالنباتات اللي لونها أخضر ذاتية التغذية. كتبدا دائما بهذه النباتات الخضراء اللي كتسمى ذاتيه التغذيه. علاش كتسمى ذاتيه التغذيه؟ لانها تنتج غذاءها بنفسها باستعمال ثنائي اكسيد الكربون والضوء والماء والاملاح المعدنيه. الان غادي نقراو هاد الكتابات اللي كاينين هنايا. اذا تستعمل النباتات الخضراء ضوء الشمس وثنائي اكسيد الكربون والماء والاملاح المعدنيه لانتاج غذائها، ولهذا تسمى بالمنتجه. اذا هاد النباتات الخضراء كتستعمل ضوء الشمس، كتستعمل كذلك ثنائي اكسيد الكربون والماء والاملاح المعدنيه باش تنتج الغذاء من نفسها، ولذلك كتسمى بالمنتجه. تتغذى العواشب على النباتات الخضراء لتنتج مادتها العضويه، ولهذا تسمى بالمستهلكه من الدرجه الاولى. اذا هذه الحيوانات العاشبه كتغذى على النباتات الخضراء باش تنتج الماده العضويه. تتغذى الحيوانات اللحمة على الحيوانات العاشبة لتنتج مادتها العضوية، ولهذا تسمى بالمستهلكة من الدرجة الثانية. إذا هذه الحيوانات اللحمة كتغذى كما قلت لكم قبيلتي، كتاكل هذه الحيوانات العاشبة. تتغذى الحيوانات اللحمة على الحيوانات العاشبة لتنتج كذلك مادتها العضوية، وكتسمى بالمستهلكة من الدرجة الثانية. مفهوم؟ عندنا واحد ثلاثة ديال الأسئلة هنايا، غادي نحاولوا نجاوبوا عليهم باش نكونوا سالينا الصفحة 37. أشرحوا لماذا سميت النباتات الخضراء بالمنتجه. علاش النباتات الخضراء تسمات بالمنتجه؟ حيث كما قلت لكم بانها تنتج غذاءها بنفسها. ذكر اذا السؤال والجواب ديالو هو هذا. اذا اشرح لماذا سميت النباتات الخضراء بالمنتجه. لانها تنتج غذاءها بنفسها انطلاقا من ثنائي اكسيد الكربون والضوء والماء والاملاح المعدنيه واشعه الشمس. اذا كتسمى بالمنتجه لانها كتنتج الغذاء ديالها بنفسها. السؤال الموالي: ابين لماذا سميت الحيوانات بالمستهلكه. علاش الحيوانات كتسمى بالمستهلكة؟ المستهلكة لأنها كتستهلك. إذا الجواب هو: أبين لماذا سميت الحيوانات المستهلكة. هذا سؤال. الجواب: لأنها تتغذى على كائن حي آخر، يعني تستهلك مادة عضوية جاهزة. داكوغ، كتستهلك واحد المادة عضوية جاهزة ديال واحد الكائن حي آخر، مفهوم؟ لذلك سميت بالمستهلكة. بالنسبة للحيوانات العاشبة كتسمى مستهلكة من الدرجة الأولى، والحيوانات اللحمة تسمى مستهلكة من الدرجة الثانية، مفهوم؟ الآن غادي ندوزو للسؤال الأخير. أذكر أهمية التربة والماء والأمطار يعني والضوء بالنسبة للكائنات الحية. إذا نحاولوا نقراو بعد هاد هنايا هاد لاغيبغيك. إذا العوامل غير الإحيائية هي عوامل تتدخل في نمو المكونات
المكونات الإحيائية في الأوساط البيئية المختلفة مثل الماء والهواء وضوء الشمس. الكائنات المشهرية للتربة تحول بقايا النباتات والحيوانات إلى مواد معدنية. مزيان، إذا غنحاولوا نجاوبوا على هذا السؤال الأخير، يعني نعرفوا الأهمية ديال التربة والماء والضوء بالنسبة للكائنات الحية. إحنا قلنا بأن هاد التربة والماء والضوء مهم بالنسبة للنباتات الخضراء باش تنتج الغذاء ديالها. دابا غادي نعرفوا بالنسبة للكائنات الحية. مفهوم؟ إذا وكإجابة عن هذا السؤال، إذا اقترحت الإجابة الثانية، أذكر أهمية التربة كذا. التربة ضرورية للكائنات الحية لأنها تمد النباتات الخضراء بالمواد المعدنية الضرورية لعيشها. إذا هاد التربة هي اللي كتمد داك النباتات الخضراء بالمواد المعدنية، كتعطيها الماء وكتعطيها كذلك الأملاح المعدنية الضرورية لعيشها. بالنسبة للماء، ضروري للكائنات الحية لتبقى على قيد الحياة ماء الأمطار والبحيرات. إذا الماء ضروري، يعني الماء الأمطار ضروري باش كيخلي داك النباتات حية. داكوغ، إذا هو ضروري للكائنات الحية بصفة عامة ماشي فقط النباتات. بالنسبة للضوء، ضروري للكائنات الخضراء لأن بواسطته تنتج غذاءها، يعني بالتركيب الضوئي. إذا الضوء كما قلت لكم هنايا، الطاقة الشمسية ضروري لهاد النباتات باش كتنتج الغذاء ديالها عن طريق التركيب الضوئي، لا فوتوسينتيز. إذا وكاستنتاج يمكن الوصول له في هذه الحصة، وأن هنالك علاقة غذائية بين المكونات الإحيائية وعلاقة أخرى مع المكونات غير الإحيائية من حيث المسكن والتنفس وإلى غير ذلك، وأن هذه العلاقات تساعد على استقرار الوسط البيئي أي على توازنه. إذا كاين علاقات ما بين الكائنات الإحيائية أو المكونات الإحيائية وعلاقات أخرى مع المكونات غير الإحيائية، وأن هذه العلاقات هي اللي كتساعد على الاستقرار ديال الوسط البيئي، وكيكون عندنا واحد ليكيليبري، يعني التوازن في الوسط البيئي، يعني تساعده على الاستقرار وتساعده كذلك على التوازن. وبهذا الشيء غادي نكون كملت الحصة ديال اليوم، الحصة اللي درت معكم فيها العلاقات المتبادلة بين مكونات الوسط البيئي، وبالضبط الصفحة 37 من الكتاب المدرسي فضاء النشاط العلمي مستوى السادس ابتدائي. نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.